السلام عليكم أعزائي الطلاب، نكمل اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية وهي عملية الضرب للفصل الأول الإعداد المركبة. مثل ما تعرفون أخذنا بذاك الدرس عملية الجمع وعملية الطرح، وعرفنا ما هو الجزء التخيلي وما هو الجزء الحقيقي، وعرفنا ما هي الصيغة العادية أو الصيغة الجبرية. طبعا أخذنا إحنا السي قلنا عليه عدد مركب. العدد المركب يتكون من جزئين، جزء حقيقي زائد لو ناقص الجزء التخيلي. هذا اخذناه بالدرس السابق. عرفنا الاكس لان خالي من اي يمثل جزء حقيقي، واخذنا الواي لانه يطوي على اي يمثل الجزء التخيلي. اذا صار لنا جزئين، جزء حقيقي وشنو جزء؟ جزء تخيلي. اخذنا عملية الجمع واخذنا عملية الطرح، العمليات على الاعداد المركبة. اليوم ان شاء الله المحاضرة الثانية راح نتطرق الى عملية الضرب. طبعا هي من المواضيع المهمة في الفصل الاول. عملية الضرب يقول اول شيء عند الضرب لازم استخدم الضرب السريع. ايمتى استخدم الضرب السريع؟ استخدم الضرب السريع شرط لازم الاقواس بدون شنو؟ بدون قوه، يعني القوس ما فوق قوه. اذا كان نفك الاقواس، شرط الاقواس بدون شنو؟ بدون قوه. اذا كان الاس مال الاي اكبر من الواحد، فاننا لازم نقلل قوه الاي. يعني اذا الاي فوق فرضا مرفوع الى قوه تربيع، تعرفون انتم التربيع حفظناه ايش قد؟ سالب واحد. التكعيب حفظناه ايش قد؟ سالب اي. هذول قلنا عليهم حفظ. اي القوه 4 حفظناها ايش قد؟ 1. واي القوه 5 حفظناها ايش قد؟ حفظناها اي. هذول الاربعه الاساسيات. اذا مرفوع الى قوه اكبر من 4 نقسم على 4 وناخذ الباقي، نقسم على 4 وناخذ الباقي، والباقي يحول حسب الخطوات السابقه. فرضا عندنا مثال يقول جد ناتج كل من ما ياتي. عندنا قوس، احنا نعرف مثل ما قبل شكو اقواس واعداد خارج الاقواس، فان الاعداد تتوزع للداخل. نوزع الاربعه مره على 5 ومره وين؟ على 3، بس بشرط لازم تكون قوه القوس ايش قد؟ 1. ايمتى يتوزع الخارج على الداخل؟ يتوزع الخارج على الداخل شرط تكون قوه القوس ايش قد؟ 1. اذا اكبر من 1 هسه نطرق لها. هنا اذا راح نوزع، هنا شو نسوي؟ نوزع الخارج على اليمين على الداخل بحيث عمليه ضرب 4 في 5 راح يصير لنا ايش قد؟ يصير لنا 20. 4 في 3 راح يصير زائد 12 اي. ياهم من عندهم الجزء الحقيقي وياهم من عندهم الجزء التخيلي. قلنا الجزء الخالي من اي، الجزء الخالي من اي يمثل حقيقي. اذا هذا شو يمثلنا؟ حقيقي. والجزء الذي يحوي على اي شيء مثلنا؟ يمثل الجزء التخيلي. عندنا 3 اي وقوس، اذا معناها 3 اي توزع للداخل. لكن شو قوة القوس؟ 1. اذا هل تتوزع؟ نعم تتوزع على الداخل، لان قوة القوس شو قوة القوس؟ قوة القوس 1. 3 اي في 2 راح تصير 6 والاي ينزل. يعني 3 اي في 2 تصير 6 اي. 3 اي في 4 الموجب ينزل. العدد بالعدد والاي بالاي. العدد بالعدد والاي بالاي. وعند الضرب تجمع اسس المتغيرات. 4 في 3 يصير 12. اي مضروبه بالاي يصير لنا اي تربيع. اذا صارت الاي قوتها اكبر منين؟ اكبر من الواحد. وانا عندي ملاحظه يقول اذا كان الاس مال الاي اكبر من الواحد فاننا نقلل قوى الاي. نقلل قوى الاي حسب العلاقات الاربعه اللي اخذناها. اذا هذا يبقى كما هو 6 اي، تبقى كما هي تنزل. هذا الاي تربيع ايش قد حفظناه؟ حفظناه سالب واحد. اذا عندنا ملاحظه بعد منا ورايح ايش اكو اي تربيع؟ ايش اكو اي تربيع؟ قيمتها شو قيمتها؟ سالب واحد. منا ورايح وين ما تلقون اي تربيع تحذف وتغير اشاره العدد اللي امامها. كل اي تربيع تحذف وتغير الاشاره. اذا هذا الاي تربيع، هاي الاي تربيع راح شبيها تحذف
تحذف وتغير وتغير الإشارة التي قبلها. التي شنو قبلها؟ هذا موجب شو راح يصير؟ سالب إذا راح يصير سالب إيش قال؟ سالب 12. منا ورايح أكو آي تربيع تحذف وتغير الإشارة اللي قبلها. لكن عندنا إحنا بالعدد المركب بالصيغة مع العدد المركب. من بالبداية كان؟ كان بالبداية هو الجزء الحقيقي والجزء التخيلي وين يصير بالنهاية؟ إذن هاي المسألة ترتيبها مو صحيحة. نعيد ترتيب المسألة إن الجزء الحقيقي وين يصير بالبداية وهو الحقيقة الخالي من هاي، والجزء التخيلي يصير وين بالنهاية؟ راح يصير ستة. صارت هاي المسألة. إذا أجتنا قواس اثنين، يعني مثلاً وزعنا حقيقة على الداخل وزعنا تخيل على الداخل، إذا عندنا ضرب قوسين حالة الضرب نستخدم الضرب السريع. احنا نستخدم شنو الضرب؟ الضرب السريع. السبب لأن قوة الأقواس جد واحد، فإذا نستخدم الضرب السريع بحيث يضرب الأول بالقوس الثاني، الاثنين أضربها بالواحد راح يصير عندنا اثنين، اثنين في آي راح يصير موجب اثنين آي، ثلاثة آي، ثلاثة آي في واحد راح يصير موجب، لأن هذا موجب وهذا موجب راح يصير موجب ثلاثة، لأن هذا واحد ثلاثة آي في واحد موجب ثلاثة آي، ثلاثة آي، ثلاثة آي مضروبة بالآي عند ضرب تجمع الجزء راح يصير عندنا موجب ثلاثة آي تربيع. إذا وزعنا الضرب لأن اثنين في واحد صارت اثنين، اثنين في آي اثنين آي. نجي للثاني، ثلاثة آي في واحد ثلاثة آي، ثلاثة آي في آي يصير ثلاثة آي تربيع، لأن عند ضرب شبيه الأسس تجمع. إذا حصلنا على من حصلنا على آي تربيع بالقبل قلنا أكو آي تربيع منا ورايح يحذف ويغير الإشارة التي قبلها. إذا راح يصير عندنا اثنين زائد اثنين آي زائد ثلاثة آي ناقص ثلاثة. شكو ضرب أقواس يعني ضرب قوسين نحصل على أربع حدود. الأربعة دولة الأطراف تظهر حقيقية والأوساط تظهر تخيلية. يعني دائما الأطراف تظهر عندنا ضرب السريع تحصل النتيجة على أن الأطراف حقيقية والأوساط شنو تخيلية. هذا حقيقي وهذا حقيقي، إشارات مشبيهة مختلفة، ناخذ إشارة الأكبر ونقرأها حيصير إيش قد؟ سالب واحد. هذا حقيقي وهذا حقيقي سالب ثلاثة نقصوها اثنين يطلع لنا سالب واحد، ناخذ إشارة الأكبر ونطرح. الأوساط شو نحصلها؟ تخيلية، اثنين آي وثلاثة آي تنطينا موجب خمسة آي. إذا صار عندنا العدد المركب هو سالب واحد وموجب خمسة آي. إذا أجينا على هذا سالب ثلاثة آي وقوس، إيش قد قوة القوس؟ قوة القوس إيش قد؟ واحد. إذا هل يجوز توزيع الخارج على الداخل؟ نعم يجوز مع الإشارة، لأن إشارة سالب، سالب ثلاثة آي في أربعة راح يصير سالب 12 آي، سالب ثلاثة آي في سالب تسعة، السالب بالسالب راح ينطينا موجب ثلاثة في تسعة، العدد بالعدد والآي بالآي، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين، الآي بالآي راح يصير آي تربيع. إذا تؤدي هاي سالب 12 آي تبقى كما هي. الآي تربيع إيش قد؟ قلنا عليه سالب واحد. قلنا شكو آي تربيع يحذف ويغير الإشارة التي قبله. إذا راح يصير سالب 27. هل المسألة ترتيبها صحيحة؟ لا، ترتيبها مو صحيحة، لأن التخيل صار بالبداية والحقيقة صار بالنهاية. نعيد الترتيب مالها. إذا راح نحصل على أنها راح يصير سالب 27 ناقص 12 اي ناقص 12 اي. اذا عندنا اي خارج القوس وقوه القوس ايش قد؟ واحد. هل يجوز التوزيع الخارج على الداخل؟ نعم يجوز. اذا راح يصير اي في واحد راح ينطينا اي، اي في اي راح ينطينا موجب اي تربيع. هذا يبقى كما هو. اتفقنا على اي تربيع، الاي تربيع اتفقنا عليه يحذف ويغير الاشاره اللي قبله.
مش اكو آيتين بعدين فضلها سالب واحد. هل المسألة ترتيبها صحيحة؟ لا، راح يصير سالب واحد بموجب آي، لأن هذا إشارته موجب وهذا شنو إشارته؟ سالب. نقدم ونأخر. عندنا ملاحظة، أخذنا الأقواس بدون قوة، أخذنا الأقواس بدون قوة، هنا ضرب سريع، هاي ركزوا لنا عليها ضرب الأقواس. أكو قوسين نستخدم عليهم الضرب السريع نحصل على أربع حدود، الأطراف تظهر عنده حقيقية والأوصاف تظهر عنده شنو؟ تخيلية. إذا كانت قوة، إذا كانت الأقواس مرفوعة إلى وين؟ إلى قوة، يعني هسه أنا إذا الأقواس أكبر من واحد، إذا كانت قوة القوس أكبر من واحد، إذا كانت الأقواس مرفوعة إلى قوة لازم نفك الأقواس، لازم نفك الأقواس. كل قوس راح تجي قوة من الاثنين وهي صاعد تصاعد، يعني كانت تكون اثنين ثلاثة أربعة، نفك الأقواس حسب القوة ثم نستخدم الضرب السريع. نستخدم شنو؟ الضرب السريع. يعني إذا كانت، إذا كان القوس مؤلف منين؟ من حدين، وأسه شقد أسه؟ أسه اثنين، يعني أسه القوس شقد عندنا؟ أسه القوس عندنا اثنين، هذا أسه القوس مرفوع إلى قوة اثنين ومؤلف من حدين. نفك القوس حسب مبدأ الحدانية. شو يقول قانون الحدانية؟ يقول إذا عندي قوس فوقها تربيع مرفوع إلى أس تربيع القوة تربيع، نقول الحد الأول الكل تربيع، تعرفون عن التربيع معناه ضرب العدد في نفسه، نضرب الأول في نفسه، لو زائد لو ناقص يعني حسب إشارة الأولى. إيش عندي الإشارة؟ موجب أنزل موجب، عندي سالب أنزل سالب. بعدين اثنين، الاثنين من الاثنين القوة مالت القوس، ها قوة القوس اثنين، اضربوا من اثنين مرة بالأول مرة وين؟ بالثاني، أوزعها للداخل، اثنين في الحد الأول في الحد الثاني زائد الحد الثاني الكل تربيع. دائما إشارة الثاني تكون موجب لأن هي تربيع، فالتربيع يحول السالب إلى وين؟ إلى موجب. عندنا فرضا هذا المثال مؤلف من حدين اللي هو أربعة زائد اثنين آي الكل تربيع، مؤلف من حدين وقوة القوس تربيع، نستخدم لقانون الحدانية. الحدانية شو يقول؟ الحد الأول الكل تربيع، يعني معناه الحد الأول هذا ربعوه يعني أضربوه في نفسه، يعني معناه هي الأربعة أضربوها في نفسها، أربعة في أربعة صير عندنا شقد؟ 16. الإشارة نفسها تنزل موجب، اثنين الاثنين في الحد الأول في الحد الثاني، هاي الاثنين اللي هي قوة القوس، هاي الاثنين قوة القوس، يعني اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية في اثنين صير عندنا 16، وبالآي صير 16 آي. قلنا الحد الأول الكل تربيع، أعيد لكم إياها، الحد الأول الكل تربيع هذا حدانية، أربعة تربيع صير عندنا 16، يعني أربعة في أربعة الحد الأول الكل تربيع. الإشارة نفسها اثنين في الأول في الثاني، الاثنين من الاثنين ها قوة القوس أضربوها بالداخل، يعني اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية في اثنين 16، يما هاي يصير 16 آي. دائما زائد، دائما نهاية زائد، الثاني الكل تربيع، الحد الثاني الكل تربيع، يعني اثنين آي ربعوها، الاثنين في ربع شقد تصير؟ تصير أربعة، والآي يصير آي تربيع. كل حدانية من أستخدمه هو عبارة عن حدين، أفك القوس يصير ثلاث حدود. اتفقنا على أن شكو آي تربيع، شكو آي تربيع يحذف ويغير الإشارة التي قبلها، إذا راح يصير عندنا 16 زائد 16 آي ناقص 4، تمام؟ حذفنا الآي تربيع وغيرنا الإشارة، الأطراف ظهرت حقيقية، هذا 16 بالموجب وهذا بالسالب، إذن هذول يطرحون، هذول شبيه هذول، هذا حقيقي وهذا حقيقي، إذن هذا معناها تطرح، إذن هذا يؤدي 16 نقصوها 4 راح تنطينا 12 زائدا 16 آي. تنطينا 12 زائد 16 آي. إذا جينا على هذا، هم حدين مؤلف أيضا من حدين مؤلف، الكل تربيع، أستخدم له قانون الحدانية.
مربع الحدانية شو يقول؟ الحد الأول الكون تربيع، الحد الأول الكون تربيع، يعني اثنين تربيع حش قد يصير؟ يصير عندنا أربعة. الإشارة نفسها موجب، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في الحد الأول بالحد الثاني، اثنين هاي، اثنين في اثنين أربعة، أربعة في ثلاثة تنطينا 12 آي. دائما الإشارة الأخير موجب، الحد الثاني الكل تربيع، هذا الثاني ربعوها ثلاثة تربيعها تسعة، والآي شو يصير؟ يصير آي تربيع. اتفقنا على آي تربيع إيش بيها؟ الآي تربيع تحذف وتغير الإشارة، تحذف وتغير الإشارة اللي قبلها، إذن هذا أربعة تبقى، هذا أربعة تبقى، زائد 12 آي تبقى، هذا يحذف، هذا يحذف الآي تربيع، وغير إشارة تسعة شو تصير؟ سالب تسعة. الأطراف شو ظهرت؟ حقيقية، الأطراف شو ظهرت؟ حقيقية، نطرحها، أخذ إشارة الأكبر وأطرحها. من الأكبر؟ الأربعة والتسعة، هاي الأربعة ويا التسعة نطرحهم، لأن يعني هذا موجب، هذا سالب، هذا حقيقي وهذا حقيقي، هذا خالي من هاي وهذا خالي من هاي، فنطرحهم، نأخذ إشارة الأكبر اللي هي التسعة سالب، تسعة نقصوها أربعة يبقى لنا خمسة زائد 12، صار عندنا هذا هو الجزء. إذا طلبنا إلى ثلاثة زائد أربعة آي بكل تربيع، أيضا حدانية، حدين حدين حدانية، والقوس تربيع نستخدم له قانون الحدانية. حدانية شو يقول؟ الحد الأول الكل تربيع، ثلاثة تربيعها تسعة، زائد الإشارة نفسها اثنين في الأول في الثاني، يعني اثنين في ثلاثة ستة، الستة بالأربعة بها أربعة وعشرين آي. دائما إشارة الأخير موجب، مربع الثاني يعني أربعة تربيعها 16، والآي شو يصير؟ تربيع. اتفقنا على هذا شو بيه؟ يحذف ويغير الإشارة التي قبله، إذا راح يحصل على التسعة زائدا 24 آي ناقص 16، حقيقي بحقيقي، حقيقي بحقيقي، ناخذ إشارة الأكبر ونطرح العددين، إذا راح يصير عندنا سالب 7 زائد 24 آي. إذا طلبنا إلى هذا فكوحة ثانية، مربع الأول الحد الأول تربيع إيش قد يصير؟ واحد زائد اثنين في الأول في الثاني، اثنين في واحد اثنين، في آي اثنين آي، زائد الثاني الكل تربيع شو يصير؟ آي تربيع. اتفقنا على آي تربيع يحذف، راح يصير واحد زائد اثنين آي ناقص واحد، واحد بالموجب واحد بالسالب يحذف، النتيجة غير النتيجة اثنين آي. فكوا حدانية، حدين مربع الأول شو يصير؟ واحد الإشارة سالب، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في واحد اثنين، في آي اثنين آي، زائد دائما الإشارة الأخير زائد، الثاني تربيع يصير آي تربيع، واحد يبقى سالب اثنين آي تبقى، الآي تربيع شو قلنا عليه؟ سالب واحد، نحذفه ونخلي مكانه سالب واحد، هذا بالسالب هذا بالموجب، النتيجة شو قلت؟ سالب اثنين آي. هذا هل يجوز توزيع الثلاثة على الداخل؟ هنا لا يجوز، هنا لا يجوز، هنا شنو؟ لا يجوز، لا يجوز التوزيع، لأن القوس قوته أكبر من يعني أكبر من واحد، لازم نفك القوس على الحدانية ثم نوزع الخارج على الداخل، إذا معناها ثلاثة شبيها ثلاثة تبقى كما هي، فك القوس حدانية اثنين تربيعها أربعة، الإشارة الموجب تبقى اثنين في الأول في الثاني، اثنين في اثنين أربعة، في ثلاثة 12 آي، زائد مربع الثاني يصير تسعة آي تربيع، ثلاثة تبقى، هذا اتفقنا عليه آي تربيع، يحذف ويغير الإشارة التي قبله، راح يصير أربعة زائد 12 آي ناقص تسعة، حقيقي بحقيقي، إذا نطرح وناخذ إشارة الأكبر راح يصير ثلاثة
أخذ مشعة الأكبر سالب 9 ناقصها 4 5 زائد 12 آي. هنا يجوز التوزيع؟ نعم يجوز، لأن قوة القوس إيش قد صارت؟ 1. وزعوها للداخل، إذا راح يصير 3 أكيد 5 راح يصير سالب 15 زائد يبقى 3 في 12 36 آي. إذا جينا على هذا المثال، هنا أنا جمع قوسين، لكن هذا القوس يصير هنا أنا قطوته 1 وهنا قطوته 2، الأسس مختلفة. إذا كانت الأقواس مرفوعة إلى قوة، كل قوس مرفوع، كل قوس الأس له أكبر منين؟ أكبر من الواحد، لازم نفك الأقواس، نفك الأقواس. إذن هذا قوته شو قوته؟ تربيع. على مبدأ؟ على مبدأ الحدانية. مربع الاثنين 4 زائد 2 في 2 4 في آي 4 آي زائد مربع الثاني شو يصير؟ آي تربيع. هذا القوس فكينا. الثاني يبقى كما هو، ألا أبسط هذا القوس الأول. من يتبسط هذا القوس؟ تروح القوة مالته تساوي قوته ويا قوت الثاني، نجمع الحقيقي ويا الحقيقي والتخيل ويا التخيل، بيناتهم عملية جمع. اتفقنا على أن الآي تربيع يحذف ويغير إشارة، زائدا 4 آي ناقصا 1. هذا الآي تربيع شو قيمته؟ قيمته سالب 1 زائدا 12 زائدا 2 آي. هذا حقيقي وهذا حقيقي، نطرحهم 4 نقصها 1 4 نقصها 1 بها 3 زائد 4 هاي تبقى، والقوس الثاني يبقى كما هو 12 زائد 2 هاي. هنا ناخذ الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، هذا جزء حقيقي ويا من ويا الجزء الحقيقي، هذا بالموجب هذا بالموجب، نجمعهم ينطونا 15. هذا تخيلي ويا من ويا التخيلي، موجب 4 اي موجب 2 اي، اذا ينطينا موجب 6 اي، ينطينا موجب 6 اي. فلذلك ركزوا لنا على قانون الحدانيه، لان عندنا ملاحظه شو تقول؟ تقول اذا عندنا وجود عدد مركب، مرفوع إلى تربيع، وكان الجزء الحقيقي والجزء التخيلي متساويات بالمقدار، يعني إذا أنا عندي عدد مركب من جزء حقيقي وجزء تخيلي، وعندنا الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، متساويين، راح يكون الحل مالهم فقط عملية ضرب. يعني إذا الحقيقي كان مساوي للمساوي مساوي للجزء التخيلي، فقط العملية ضرب، العملية ضرب. نضرب الأس بالداخل وهذه، يعني فرضا نضرب الاثنين مرة بالأول ومرة وين بالثاني مع إشارة الوسط تنزل كما هي. فرضا هذا المثال عندنا 2 و1 زائدا هاي، قبل شوية فكينا على قانون حدانية، هسه راح نستخدمه للضرب السريع. السبب لأن الجزء الحقيقي 1 والجزء التخيلي قد معاملة، هم معاملة واحد، مساوي لو ما مساوي مساوي، فهنا فقط ضرب، راح أقول 2 في الأول في الثاني، يعني ما حد نستخدم حدانية، يعني 2 في 1 2 في آي 2 آي تكتب مع الإشارة، شن إشارة؟ موجب، أنزل موجب، إذا سالب تنزل سالب. هذا للسرعة، يعني منا ورايح إن شاء الله، وين من نلقى 1 زائد اي اكتب 2 اي، وين من نلقى 1 ناقص اي نكتبها سالب 2 اي، لان الجزء الحقيقي مساوي لمن مساوي؟ مساوي للجزء التخيلي، يعني 2 في 1 2 في اي تكتبوها 2 اي، شنو اشارته؟ سالب تنزل سالب. 2 في 3 6 في 3 يصير 18 اي، لأن الجزء الحقيقي مساوي لمن؟ للجزء التخيلي، فإذا الجزء الحقيقي ساوى للجزء التخيلي العملية فقط ضرب، يعني اضربهم 2 في الأول
في الثاني مع ضرب الإشارات. نساوي لو مختلفين الجزء الحقيقي يساوي الجزء التخيلي. نعم اثنين باثنين نساوي. إذا فقط العملية ضرب ما حاجة نستخدم حدانية. إذا استخدمنا حدانية يقول خلنا نفك على الحدانية. مربع لو إيش قد يصير؟ أربعة. الإشارة نفسها اثنين في الأول في الثاني، اثنين في اثنين أربعة، أربعة في اثنين ثمانية آي، زائد مربع الثاني مربع الاثنين آي أربعة آي تربيع. اتفقنا على آي تربيع يحذف ويغير الإشارة. إيش راح يصير؟ سالب، سالب أربعة موجب أربعة. وإيش قد النتيجة؟ سالب ثمانية آي. إذا فكنا على الضرب السريع لأن نساوي جزء الحقيقي مع الحقيقي، يعني اثنين في اثنين أربعة، أربعة في اثنين يصير ثمانية آي. شنو إشارتك؟ سالب تنزل سالب. وصلت هذه الفكرة؟ أخذوا لنا هذا بالله واجب. إذا أنا عندي أربعة ناقص أربعة آي الكل تربيع، إيش قد النتيجة تظهر عندنا؟ وإذا عندنا، إذا عندنا اثنين بموجب اثنين آي، إيش قد تظهر النتيجة؟ ملاحظة، هسه وصلنا أخذنا الأعداد إذا كانت مساويين الجزء الحقيقي يساوي الجزء التخيلي والقوة تربيع حسب الحدان، يعني ما نستخدم الحد نستخدم الضرب السريع للسهولة. إذا عندنا الأقواس مرفوعة إلى قوة أكبر من اثنين، ملاحظة تقول إذا كان الأس مال القوس أكبر منين أكبر؟ أكبر من الاثنين. إذا كان أس القوس أكبر منين؟ أكبر من الاثنين. شوف هنا راح ناخذ ثلاثة أربعة خمسة نتبع ما يلي لأنها بها ملاحظتين. الملاحظة الأولى شو تقول؟ تقول إذا كان الأس، إذا كان الأس عدد زوجي، الأس إيش عندنا عدد زوجي، فإنه يكتب بصورة قوس مرفوع إلى قوس، يعني يوضع بصورة قوسين، يعني أخلي قوس داخل بهالعبارة مرفوع إلى وين؟ إلى تربيع، وقوس ثاني كلي. هذا القوس الكلي إيه هذه؟ هذا القوس الخارجي. آخذ نصف القوة الزوجية، يعني تكتب عليه نصف القوة. نصف شو نصف؟ نصف القوة. إذا أنا عندي قوس مرفوع إلى قوة أكبر من اثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، راح يصير عندنا صورتين له. الصورة الأولى إذا كان الأس شنو عدد؟ عدد زوجي، راح نكتبه بصورة هسه عندنا واحد زائد آي مرفوع إلى ستة. طبعا دائما بالوزاري اللي ظهرت إذا القوة أكبر من الاثنين دائما الأقواس ينطوها واحد زائد آي، لو واحد ناقص آي اكتبوها بالصورة مالها، يعني حاولوا تحفظون لنا الخطوتين. دلنا ضرب سريع، فأنا عندها ستة، ستة زوجي أخليها بصورة حدانية، يعني راح أقول قوس مرفوع إلى وين؟ إلى تربيع، وأخلي قوس داخلي قوس كبير، القوس الكبير هذا القوس الكبير ناخذ نصف القوة، نصف الستة إيش قد تصير؟ تصير عندنا ثلاثة، والدالة تبقى كما هي واحد زائد آي. القوس الداخلي أفكه حدانية، يا إما حدانية يا إما ضرب سريع، لأن الحقيقة مساوي لمن؟ للتخيلي. فرأس نكتبه بصورة إذا حافظين، إذا حافظين إن شاء الله أكتبه ثلاثة، يكتبوها اثنين في واحد اثنين في آي، تكتبها شكل اثنين آي. عند الضرب تتوزع القوة على الضرب، يعني وزعوه لثلاثة، مرة وزعوها على اثنين ومرة وزعوها على اليمن على الآي. اثنين تكعيب إيش قد تصير؟ تصير ثمانية. الآي تكعيب إيش قد حفظناه؟ سالب آي. إذا راح تصير سالب ثمانية آي. وصلت الفكرة إن شاء الله؟ نعيدها. يعني إذا أنا عندي قوس مرفوع إلى قوة أكبر من الاثنين، كانت تكون ثلاثة أربعة، أكو قوة زوجية أكو قوة فردية. إذا كانت القوة زوجية توضع قوسين، قوس مرفوع إلى حدانية مو ضرب قوسين، قوس داخلي وقوس خارجي، يعني القوس الكبير والقوس الداخلي الصغير. القوس الداخلي يصير حدانية والقوس الكبير نضع عليه نصف القوة الأصلية، نصف الستة إيش قد يصير؟ ثلاثة، والدالة تبقى بالداخل. الداخل صار عندنا شنو؟ حدانية. نفكه حسب قانون الحدانية. إذا كان الحقيقي يساوي التخيلي، يعني هنا حقيقي واحد والتخيلي هم واحد، نستخدم الضرب السريع، يعني فقط أضربوها اثنين في واحد اثنين في آي تصير اثنين آي مرفوع إلى قوة شقد؟ إلى قوة ثلاثة. الثلاثة تتوزع مرة على اثنين مرة على الآي، يعني اثنين تكعيب هذا تكعيب، اثنين تكعيب بها شقد؟ ثمانية. الآي تكعيب شقد حفظناه؟
فرضنا سالب اي، اذا تكتبوها سالب اي هذا الجزء. اذا كانت القوه 8 8 زوجي لو فردي، زوجي توضع بصوره قوسين، قوس مرفوع الى تربيع وقوس كلي. القوس الكلي توضع عليه نصف القوه، شلون نصفها؟ 4، والداله 1 ناقص اي. هل الحقيقي يساوي التخيلي؟ الاربعه تبقى، فكوا حدانيه او قول 2 في 1 2 في اي، تكتبوها سالب 2 اي للسرعه. القوه زوجيه لو فرديه، قوه زوجيه تلغي السالب، تلغي السالب، اذا هذا راح يهمل السالب. 2 تك القوه 4 16، اي القوه 4 ايش قد؟ 1، يعني النتيجه 16، لان الاربعه تتوزع راح يصير عندنا 2 القوه للقوه 4 في اي القوه ايش قد القوه 4، هاي ايش قد نتيجته 16، هذا ايش قد نتيجته 1، 1 في 16 16، تكتب هالعباره. اذا عندنا اي القوه 4 شلون تكتب؟ ايضا راح تكتب قوسين، قوس مرفوع الى تربيع، والقوس الثاني نكتب عليه شنو نكتب عليه؟ نصف القوه، ايش قد نصفها؟ 2، هذا راح يصير 1 زائد ان اي ويبقى، والتكمله ايش تصير؟ واجب. اذا عدنا القوه كانت هنا، تطرقنا على القوه اذا كانت زوجيه، نتطرق على القوه اذا كانت شنو؟ فرديه. اذا كان الاس عباره عن عدد فردي، فانه يكتب بصوره ضرب قوسين، يعني اخليها ضرب شنو ضرب؟ ضرب قوس، يعني خلنا ضرب قوسين، قوس بقوس، احدهما احادي والاخر مرفوع الى قوه زوجيه، ثم نجزئ القوه الزوجيه حسب الخطوات السابقه. يعني انا عندي هسه انا قوه شنو قوه؟ فرديه، اخليها عباره عن ضرب شنو ضرب؟ ضرب قوسين، راح اخليها ضرب قوسين، قوس اول وشنو قوس؟ قوس ثاني. قوس الاس ماله ايش قد؟ احادي 1، والقوس الثاني تبقى القوه زوجيه، يعني اخذ من الخمسه 1 تبقى ايش قد؟ 4، وراح يصير 1 زائد ان اي، وهنا 1 زائد ان اي، تتوزع الداله على القوسين، ثم نوزع الداله على القوسين. القوس الاحادي يبقى كما هو، هذا يبقى كما هو 1 زائد ان اي. اما القوس الزوجي فانه يحل حسب الخطوات السابقه، يعني راح يصير قوس مرفوع الى تربيع وقوس ثاني، القوس الثاني ايضا يصير تربيع، 1 زائدا اي تكتب، 1 زائدا اي مرفوع الى تربيع مساويين 2 في 1 2 في اي يصير 2 اي الكل تربيع، وهذا القوس الثاني يبقى كما هو. الاثنين تتربع ايش قد النتيجه؟ راح يصير 4، والاي يتربع، الاي تربيع ايش قد؟ سالب 1 يصير سالب 4 ب 1 زائدا اي. نوزع الخارج وين؟ على الداخل، سالب 4 في 1 يصير سالب 4، سالب 4 في اي سالب 4 اي، صارت عباره هاي الطريقه. اذا كان الاس فردي، الاس الداله فردي، اذا اس الداله شنو الاس مالها؟ الاس فردي، اذا نضع الداله ضرب قوسين، نضع الداله شنو ضرب؟ ضرب قوسين، قوس بقوس، اخذ القوس احادي والباقي زوجي، ايش قد راح يبقى من خمسة؟ يبقى لنا 4. الدالة تتوزع على الداخل. أبو القوس الأحادي يبقى كما هو؟ 1 زائد ان اي، هذا القوس الأحادي. أما القوس الزوجي، أما القوس الزوجي المرفوع إلى قوة زوجية يجزأ حسب الخطوات السابقة، يصير عبارة عن قوسين، قوس مرفوع إلى تربيع وقوس ثاني. التربيع نصف القوة الزوجية، القوة الزوجية ايش قد؟ 4، نصف ايش قد صارت؟ 2، وهذا الحدانية. الداخل مساويين الحقيقي والتخيل، نستخدم الضرب السريع، 2 في 1 2 في اي تصير 2 اي مرفوع الى وين؟ الى تربيع، و1 زائد اي. وزع التربيع مضى على الاول مرة على الثاني، 2 تربيعها 4 في اي الكل تربيع، 1 زائد اي. حفظنا الاي تربيع، ايش قد حفظنا؟ سالب 1 راح يصير سالب 4 ب 1 زائد اي. وزع الخارج وين؟ على الداخل، مره بالاول مره بالثاني، سالب 4 بسالب 4، صارت العباره هاي. فاذا عندنا القوه فرديه، القوه شنو القوه؟ فرديه، نستخدم ضرب قوسين، قوس يصير اس احادي، والقوس الثاني الاس ماله شنو هو؟ زوجي. أبو القوس الزوجي نتعامل وياه حسب
القوة الزوجية. أما القوس الأحادي فإنه يبقى كما هو ثم يضرب الخارج وين؟ بالداخل. إذا عندنا القوس الثاني واحد ناقص آي مرفوع إلى قوة شقد؟ سبعة. سبعة فردية راح يصير عبارة عن ضرب قوسين، قوس أحادي والباقي من السبعة شقد؟ ستة. وزع سالب وبسالب آي. أبو القوس الزوجي نتعامل وياه مبدأ حدانية ثم نصف القوة الزوجية، نصف الستة ثلاثة، والقوس الأحادي يبقى كما هو واحد ناقص عن آي. هل الحقيقة هنا يساوي التخيلي؟ الكلية تبقى الحقيقة يساوي التخيلي ضرب سريع، اثنين في واحد اثنين في آي سالب اثنين آي، والقوس الأحادي يبقى كما هو. نوزع القوة شبيهة فردية، القوة فردية تلغي السالب وتحافظ القوة الفردية، تحافظ على السالب، القوة الفردية شبيهة تحافظ على من؟ على السالب، راح يبقى سالب. اثنين تكعيبها ثمانية. الآي تكعيب شقد حفظناه؟ سالب، يعني راح أقول آي تكعيب في واحد ناقص آي. الآي تكعيب شقد حفظناه؟ سالب آي. الآي تكعيب حفظناه سالب آي، ومن هنا سالب راح يصير موجب ثمانية آي مضروبة بواحد ناقص آي. وزع الخارج وين؟ على الداخل، ثمانية آي في واحد راح يصير ثمانية آي سالب ثمانية آي في آي ثمانية آي تربيع. الآي تربيع شقد حفظناه؟ حفظناه سالب، راح يصير ثمانية آي بموجب ثمانية، لأن قلنا كل آي تربيع يحذف ويغير الإشارة التي قبله. هل المسألة صحيحة؟ ترتيبها مو صحيحة، نرتبها. الحقيقة راح يصير بالبداية والتخيل بالنهاية، راح يصير ثمانية زائد ثمانية آي، صارت عبارة هالنتيجة هاي. إذا عندنا أقواس مثل ما أخذنا بالمسائل، عندكم بعض المسائل تحوي على كلامية، يعني عندنا مثال مال كتاب يقول بسط المقدار، بسط المقدار الآتي. يعني إذا فرضا عندنا مثال واحد زائدا آي مرفوع إلى قوة شقد خمسة، زائدا واحد ناقص آي مرفوع إلى قوة شقد خمسة. إذا أردنا نجزأ هاي الأقواس، شنو القوس؟ أكبر من الاثنين قوة خمسة، وشنو القوس؟ أكبر من الاثنين قوة خمسة. شنو بيناتهم الجمع؟ يصير أجمع الحقيقة ويا الحقيقة والتخيل والتخيلي، هنا لا يجوز الجمع، لازم نتخلص من القوة، والقوة أكبر من الاثنين، والقوة زوجية لو فردية، تحديدا قوة فردية، إذا راح يصير عبارة عن ضرب قوسين. إذا آخذ قوس الأول وآخذ شنو قوس؟ قوس ثاني. القوس الثاني شو يصير؟ قوسة أحادية، بس من الخمسة شقد يبقى لنا؟ أربعة، واحد زائدا آي وواحد زائدا آي، الزائد ينزل. نفس الحالة راح يصير قوس مرفوع إلى أربعة وقوس أحادي، قوس شنو قوس؟ قوس أحادي. أبو القوس الزوجي نتعامل وياه حسب قوس مرفوع إلى قوس، قوس حدانية، قوس حدانية، والقوس الثاني آخذ نصف القوة الزوجية، شو نصفها؟ اثنين وواحد زائدا آي. هذا تعامل وياه أيضا قوسين، قوس حدانية وقوس ثاني واحد ناقصا آي. القوس الداخل أفك حدانية وأستخدم له الضرب السريع، يعني اثنين في واحد اثنين في آي، راح يصير عندنا اثنين آي مرفوع إلى قوة شقد اثنين وبواحد زائدا آي، زائد يبقى. القوس الداخل أيضا حدانية، حقيقي يساوي التخيلي، نستخدم الضرب السريع اثنين مع الإشارة، اثنين في واحد اثنين في سالب سالب اثنين آي، الكل تربيع، هالقوة الكلية طبعا تبقى نصف الأربعة وواحد ناقصا آي. يتوزع الأس على الأول وعلى الثاني، اثنين تربيعها أربعة، الآي تربيع شقد قيمته؟ سالب واحد، يعني يصير سالب أربعة في واحد زائدا آي زائد التربيع يساوي بالسالب، يلغي يروح، اثنين تربيعها أربعة، الآي تربيع شقد قيمته؟ سالب واحد، سالب واحد في أربعة، إذا راح يصير عندنا النتيجة شقد؟ سالب أربعة وبواحد ناقصا آي. نوزع الخارج وين؟
على الداخل، يعني سالب 4 في 1 سالب 4، سالب 4 في اي سالب 4 اي، سالب 4 في 1 سالب 4، سالب 4 في سالب راح يصير سالب 4 اي. تمام. الحقيقي ويا الحقيقي اشارات مشابهه نجمعهم، النتيجه سالب 8، والتخيل ويا التخيل هذا بالسالب هذا بيش بالموجب، التخيل ويا التخيل هنا انا راح نجمع هنا شو نسوي نطرح الاشارات مختلفه فالنتيجه صفر. الحقيقي ايش قال سالب 8، اذا التخيل ايش قال يصير انه صفر، راح يصير موجب صفر اي، 1 زائد اي مرفوع الى قوه 3 ناقص 1 ناقص اي مرفوع الى قوه 3. القوه طبعا فرديه واكبر من 2، نجزئها نخلي قوس احادي والباقي قوس زوجي. اخذوا قوس احادي، هذا احادي اللي يبقى من 3 ايش قال 2، 1 زائد اي، وهنا 1 زائد اي سالب ينزل نفس القوه، راح يبقى 2 وقوس احادي يبقى 1، 1 ناقص اي و1 ناقص اي. هذا فكوا حدانيه لان المشابهات ضرب سريع، 2 في 1 2 في اي هو 2 اي، وب1 زائد اي ناقص مشابهات سالب 2 اي وب1 ناقص اي، نوزع الخارج وين؟ للداخل، 2 في 1 2 اي، 2 اي في اي موجب 2 اي تربيع سالب، يبقى طبعا سالب 2 او نقول سالب بالسالب شو يصير عندنا؟ موجب اذا حبيتوا راح يصير السالب بالسالب شو يصير؟ موجب 2 اي وزعوها للداخل هنا مره بالاول مره وين؟ بالثاني، راح يصير عندنا 2 اي سالب 2، يعني 2 اي بالاي سالب 2 اي كل تربيع، لان السالب هذا بالسالب صار موجب وضربوها بالداخل. عندنا 2 اي بالموجب تروح و2 بالسالب تروح، جزء تخيلي 2 و2 راح يصير 4 اي، هذا تخيلي، ايش قد الحقيقي؟ هو صفر. اذا صار العدد المركب هو الجزء الحقيقي صفر والجزء التخيلي 4 اي. وصلنا على هذا المثال قوسيه والقوه زوجيه، اذا هذا معناها ليس ضرب قوسيه، يعني مو ضرب قوسيه مو ضرب سريع، اما قوس حدانيه وقوس كلي، يعني عباره عن قوس داخل قوس. يعني اذا القوه زوجيه نخلي قوس حدانيه ونصف القوه الزوجيه، ايش قد نصفها؟ 4 زائدا هذا نفس الحالة راح يصير قوس حدانية ونصف القوة الزوجية وش قال؟ 4، 1 ناقص اي وهنا 1 زائد اي. القوة الكلية تبقى طبعا هي الأربعة، فكوا حدانية أو ضرب سريع، 2 في 1 2 في اي 2 اي زائدا 2 في 1 2 في سالب سالب 2 اي، القوة وش قال؟ 4. وزع الأربعة مرة على 2 ومرة على الاي، يعني راح يصير 2 القوة 4 16، كل اي القوة مالته 4 هو ايش قد؟ 1، هذا الزائد يبقى القوة الزوجية شو يسوي بالسالب؟ تلغي، راح يصير ايضا 16، كل اي القوة 4 هو ايش قد؟ 1، 16 و 16 32، حقيقي لو تخيلي؟ حقيقي، ايش قد التخيلي؟ راح يصير 0 اي. اذا العدد المركب صار عندنا بهالعبارة 32 زائد 0 اي. عندنا هذا وزاري اجى بالبدايه خارج القطر، بعدين اجى داخل القطر. ضع بالصيغه العاديه العدد المركب. شوفوا لنا اياه. المقام عباره عن عدد حقيقي. العدد الحقيقي هذا ما له علاقه به، يبقى 64. البسط قوس مرفوع الى وين؟ الى قوه. احنا مشكلتنا بالرياضيات نواجه مشكلتين، شكو اقواس فوقها قوه يجب ان نتخلص من القوه، ايش اكو اي فوقها قوه يجب ان نتخلص من قوه الاي، اذن ركزوا لنا عليها. اي ناقص 1 عفوا 1 ناقص اي قوه ايش قد القوه؟ 13. اذا لازم تتجزا قوه زوجيه لو فرديه؟ القوه فرديه. اذا القوه فرديه يصير عباره عن ضرب قوسين. اما اذا القوه زوجيه يصير قوس داخل قوس، اذا القوه فرديه يصير ضرب قوسين.
إذا القوة زوجية يصير قوس داخل قوس، هاي القوة فردية. إذا راح يصير عندنا عبارة عن شنو ضرب؟ عبارة عن ضرب قوسية. ناخذ قوس أحادي واحد، إيش قد يبقى من 13؟ يبقى لنا 12، وراح يصير واحد ناقص آي وواحد ناقص آي. نوزع القوة، هاي القوة 64، هذا شنو القوة مالته؟ زوجية. اتفقنا بالدرس السابق على أن القوة الزوجية توضع عبارة عن قوسين نفسها، قوسين. إذا راح يصير عندنا قوس داخلي تربيع، وأخذ نصف القوة، نصف الست 12 6 وواحد ناقص آي، وهنا القوس الأحادي يبقى كما هو، هذا القوس الأحادي يساوي 64 تبقى كما هي. فكوا حدانية أو ضرب سريع يساوي مع الإشارة 2 في 1 2 في سالب سالب 2 آي مرفوع الأقوى شقد 6 واحد ناقص آي. نبسطها 64 تبقى القوة زوجية شو يسوي بالسالب؟ تلغي 2 قوة 6 64 آي وزعوها انطوها 6 راح يصير قوة 6 بواحد ناقص آي 64 ويامن في 64 آي القوة 6. اتفقنا على أن الآي إذا قوته أكبر من الأربعة يقسم على أربعة ويؤخذ الباقي والباقي يحول. شقد راح يبقى لنا؟ قسموه على أربعة شقد يبقى لنا؟ يبقى لنا آي تربيع مضروب بواحد ناقص آي. الآي تربيع شقد حفظناه؟ سالب واحد، واحد ناقص آي. وزعم السالب على الداخل راح يصير سالب واحد بموجب آي، لأن يعني سالب واحد في واحد سالب واحد، سالب بالسالب موجب واحد في آي، إذا معناه العدد المركب صار عندنا سالب واحد زائد آي. هاي الصيغة عادية أو صيغة جبرية. إذا طلبها ديكارتية، ديكارتية بهالعبارة راح تصير، راح يصير سالب واحد، خلوا فارزة واكتبوا معامل آي، شقد معامل آي؟ واحد بدون آي، بدون آي، هاي الصيغة عادية. غيروه داخل القطر ايضا جابوا لنا السؤال نفسه مشابه له، لكن خلوها واحد زائدا اي مرفوع الاقوى شقد 15، وانطونا منها شقد 128. نقول ضع بالصيغه الجبريه، هذا اخذوه واجب، اخذوه واجب. نجي على موضوع جديد اللي يسمونه مرافق العدد المركب. شنو معنى المرافق؟ المرافق العدد المركب هو جزء حقيقي وجزء تخيلي. من أقول عدد مركب يعني يتكون من جزئين، جزء حقيقي. عدد مركب يعني عدد مركب سي يتكون من جزئين، من جزء حقيقي زائدا جزء شنو؟ جزء تخيلي. مرافقة يعني مقلوبة يعني عكسه، هذا مرافقة، هذا رمز مال المرافق، سي عليها خط مستقيم، هذا يسمونه مرافق. شو يسمونه؟ مرافق العدد المركب. كل سي فوقها خط معناها مرافق العدد المركب. ايش تعني لنا مرافق العدد المركب؟ شو نسوي؟ نغير إشارة الجزء التخيلي فقط، والجزء الحقيقي يبقى كما هو. يعني من اقول كلمة مرافق تغيرون فقط إشارة الجزء التخيلي فقط، اما الجزء الحقيقي يبقى كما هو. احفظون المرافق، هذا رمز المرافق، سي عليها خط مستقيم، يعني نغير إشارة الجزء التخيلي فقط مع بقاء الجزء الحقيقي. هسه هذا عدد مركب سي اكس زائد واي، جزء حقيقي جزء تخيلي. اريد مرافقة، شوف هذا مرافقة، صار مرافقة، الحقيقي بقى والجزء التخيلي شبيه تغيرت إشارته، هذا صار مرافقة، من الموجب وين صار؟ سالب. اريد مرافق، هذا عدد المركب جزء حقيقي وجزء تخيلي. من اريد مرافقة؟ انا راح اقول مرافق العدد المركب سي فتحة تساوي الجزء الحقيقي كما هو. يبقى لا تتلاعبون بالجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي يثبت، الجزء التخيلي فقط غير مشابه. إذا هي موجب شو تصير؟ تصير سالب. أريد مرافق هذا العدد المركب، الجزء الحقيقي كما هو يثبت، الجزء التخيلي إذا هو سالب شو يصير؟ يصير موجب. أريد مرافق هذا العدد المركب، شوف بس 3 آي ما عندنا جزء حقيقي، إذن هو المرافق يغير إشارة الجزء التخيلي. المرافق شو يقول؟ يقول تغيير إشارة الجزء التخيلي فقط والحقيقي يثبت. تخيلي لو حقيقة تخيلي شنو إشارته؟ موجب، شو يصير؟
ثابت لا فعل. اما الحقيقه ما موجود ايش قد اخليه؟ اخليه صفر اذا حبيته. هذا جزء حقيقي مرافقه نعكس اشارته. لا، المرافق يقول تغيير اشاره الجزء التخيلي فقط والحقيقي كما هو، اذا يبقى حقيقي. التخيلي ايش قد؟ اذا فرضا هنا كان صفر اي، ايش يصير؟ سالب صفر اي، او ما يكتب كما هو، يبقى كما هو العباره هذا، يبقى يثبت كما هو خمسة اي. وصلت الفكره؟ هذا تمام على المرافق. اذا عندنا كل عدد مركب، من اقول عدد مركب يعني جزء حقيقي وجزء تخيلي، كل عدد مركب يضرب في مرافقه، صار عندنا عدد مركب. يعني اذا انطينا اكس زائد الواي اي مضروبه في مرافقها، مرافقها هي اكس ناقص واي اي، يعني الحقيقه نفسها والتخيل مختلف بالاشاره معاكسه. كل مرافق يضرب بالعدد المركب ماله الاصلي، كل عدد مركب يضرب في مرافقه، يعني عدد مركب مضروب بمرافقه. المرافق يعني معناه عكس اشاره الجزء التخيلي، اما الجزء الحقيقي يثبت كما هو. نطبق العلاقه، تاخذون مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، لان الاشاره راح تعكس. فهذا عدد مركب اكس زائد واي اي مركب، هذا شنو هو؟ مرافقه. هذا مركب، هذا مرافقه، تمام. شوف الحقيقه نفسها والتخيل مخلفه بالاشاره. من اطبق ايش اقول؟ مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، هذول ايه مطبقه؟ كل عدد مركب مضروب مرافقه. يعني اي نقول الجزء الحقيقي الكل تربيع، الجزء الحقيقي الكل شنو الكل؟ تربيع، والجزء التخيلي الكل تربيع. اذا اردنا بهالعباره يعني تقولون الجزء الحقيقي الكل تربيع والجزء التخيلي الكل تربيع، تظهر النتيجة عدد حقيقي خالي من اي. يعني هسه شوف هذا المثال، 3 زائد 4 اي مضروبة بمن؟ ب 3 ناقص، باقوا على الجزء الحقيقي نفسه لو مو نفسه؟ نفسه بالاشارة، هذا موجب هذا موجب. زين التخيل نفسه لو مو نفسه؟ نفسه، بس مخالفة بايش مخالفة؟ بالاشارات. اذا هذول نسميهم مترافقان، شو نسميهم؟ مترافقان، هذول نسميهم مترافقان. من اطبقها؟ ايش اقول؟ مربع الجزء الحقيقي نحصل 3 الكل تربيع زائد مربع الجزء التخيلي 4 الكل تربيع بدون اي، بدون اي تخيل، بدون شنو؟ بدون بدون الاي، بدون الاي. 3 تربيعها 9، 4 تربيعها 16، اجمعهم 25 جزء حقيقي. دول مترافقين؟ نعم، لان الجزء الحقيقي شوف نفسه والجزء التخيلي نفسه، بس مخالفه بمن مخالفه؟ بالاشاره. الجزء الحقيقي نفسه والتخيل نفسه لكن مخالفه بمن؟ بالاشاره، نسميهم مترافقان. مربع الجزء الحقيقي راح يصير 2 تربيع، دائما اشاره موجب. مربع الجزء التخيل معامله بدون اي، مربع الجزء التخيل بدون اي، يعني مربع ايش قد؟ 1 الكل تربيع، 2 تربيعها 4، 1 تربيعها 1، 4 و 1 5، النتيجه جزء حقيقي. مترافقين باو على الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي نفسه بإشارته، الجزء التخيلي نفسه بس مخالفه بيه مخالفه بالاشاره. اذا هذول نسميهم مترافقان. مربع الجزء الحقيقي راح يصير سالب 1 الكل تربيع، دائما اشاره موجب. مربع الجزء التخيلي، الجزء التخيلي فقط المعامل، تيجي تاخذون اشاره اخذوها، يعني راح اقول فرضا سالب الجزء الحقيقي هذا يعني راح المعامله شنو؟ معامله 1 الكل تربيع، التربيع يساوي بالسالب، يلغيه طبعا راح يبقى 1 زائد 1 تشيل النتيجه، 2. هذول اذا كانوا شبيههم مترافقان. اذا اردنا ناخذ واجب فرضا، اذا قلنا فرضا هسه على سالب 5 وبموجب 3 اي مضروبه سالب 5 وبسالب 3 اي، هذول مترافقين باو على الجزء الحقيقي نفسه لو مو نفسه. زين اذا خالف نهايه هذول ما يصير مترافقين، هنا ما يجوز نستخدم الضرب السريع لازم عليهم، لان الجزء الحقيقي خالفه بالاشاره. اذا الجزء الحقيقي خالف الجزء الحقيقي نستخدم الضرب، شنو الضرب؟ الضرب السريع، يعني فك الاقواس. اما اذا طابق بالاشاره جزء حقيقي طابق الجزء الحقيقي والتخيل طابق الجزء التخيلي والتخيل مختلفين بالاشارات، نطبق هاي الملاحظه، المربع الاول زائد المربع الثاني. هسه هذول متطابقين، الحقيقي والحقيقي والتخيلي ايضا متطابقين لكن مختلفين بالاشاره،
اذا هنا ما نصير نطبق الضرب السريع، لازم نطبق نقول مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي، او تحبون تستخدمون ضرب سريع لكن بالنتيجه تظهر